كاريير ديما مع سليم بوصفارة. تعديت جمعة ستاج في الإدارة العامة. اللي يسمع إدارة عامة وشركة يقول هادي يصنع في المعجزات وسيضمن مستقبله. أما الحقيقة مغايرة، على خاطر عديت جمعة نرافق في الكورسية كريمة والناجي اللي اسم شهرتهم ثعلوبة وثعلوب. البارح الناجي مجاش، وحسب كلام كريمة عنده قضية. السيد من مدة مش قاعد يخلص في النفقة لمولاده. اليوم كيف كيف مجاش. نلقى كريمة متحيرة تتكيف في سيجارو وشد التليفون وتمتم وحدها. يا كريمة شبيك؟ ناجي مجاش وتليفونه مسكر مش عوايده. زادت عملت كريمة تليفوناتها، وإذا بيه جاها خبر توقيف الناجي اللي يلزمه يدفع 3 ملايين باش يصير له إسقاط. كريمة ولت تضرب في خدها وتسب في الناجي وتقول باش يتبيلك في خدمته كان يسمعوا بيه توقف، بل ها الخبر هذا رد بالك تخرجه. وعلى عجل خرجنا بالكرهبة أنا وياها ماشيين لقضية وهمية ما فهمش منها. والحقيقة مشينا الحي البق وين يسكن الناجي اللي مازال عايش فيه في دار أم وبوه. كيف وصلنا؟ اخرج لنا خوه في خلعة، واحد طويل ومشحوط وموشم على كتفه اليمين با كونفيونس وعلى كتفه اليسار روح دلال. قعدوا يحكيه هو كريمة على حيثيات القضية والاثنين يتكيفوا في جوده. هذا الكل في الطريق العام وانا نتفرج بيهت. ارجعناش للكرهبة وانا نسأل في كريمة تنجم تسوق توا لباس، وهي تقولي اسكت عليه خليني نخمم. اثنية كاملة ساكتين بخلاف انها عملت لي تذكير العادة، بلها لريت لسمعت. سهل ياسر هو بالضبط ايش عملت كريمة نهارتها. اول حاجة مشيت لسعاد مسؤولة الريسورس هيومان، علمتها اللي ناجي غايب لأجل غير محدود مريض مرضى خايبة. بعد مشيت دارت من سيرفيس لسيرفيس، خرجت اشاعة انه ناجي بيت في الورجانس ويلزموا عملية على البروستات، ما كانش باش يموت. بالوقت عملت كوليكت لمت 1.5 مليون. بعد مشيت تسربست البي دي جي مدام سكينة، طلبت انه شركة تعاون الناجي بحكم الدكلاري عليه بالناقص والتغطية اللي عنده ما تعمله شيء. ما عكستهاش مدام سكينة وطلبت انه يعاونوه بمليون، وفي الاخر قعدت كان 500 دينار خليتهم له افون سور سالير. يا سيدي انا كيف شفت لونفلوب فيه 3 ملايين في يد كريمة ما صدقتش. قلت لها كريمة كيف جاتك فكرة عملية البروستات؟ جاوبتني تصدق ولا ما تصدقش البروستات ما نعرفهاش وين جي، اما نعرف اللي رجال من 50 الفوق يمرضوا بها وما يشلقوا بها كان كي تخلى. ان شاء الله برك الناجي ما يمرضش بها بالرسمي بعد كي يرجع. المهم خليت كريمة مشيت باش توصل الفلوس وتحرص على الاجراءات اللازمة باش الناجي يخرج من الايقاف. كاريير ديما مع سليم بوصفارة.